غني. ثلاث اولاد اصغرهم سنا عملوا له وصفه لحتى قبلته المدرسه وحطوه بالمدرسه. الوصاني اجا بسنه دخل على المدرسه. الثالث متاخر سنتين وعملوا له واسطه لحتى ابوه بالمدرسه يحطوا مع الصف الاول ابتدائي. مرقت السنه الاولى التحضيريه، الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، اصغر واحد طلع الاول. الثاني طلع بين بين، الكبير طلع من بني راسي. انا اكبر واحد الثالثه
انا راح اجيبها من طبيب العمل. اذا انت اول طعمه ما مين بده يقول لي ابنك يطالع من المستشفى ويطلع التربيه؟ مرتاح؟ تقبل مرتاح شو لازم يقول؟ صباح قلت له انا راح ادلك على طريق حط لك يا هذا الطبيب بين ايديك. قال لي تفضل. قلت له اعتبر الامر نصح. خذ ابنك وروح دبر ابنك وانهي ظهره بعدين قول انت لحالك بغربتك سكر على حالك الباب قول له يا رب ابني ما بدي امرك ولا بيعمل الطبيب. قال لي لا بيعمل الله. تدعي لك بيعمل الله بدك تقتل نفس ثانية معناه انت عم تتحدى الله. معناه انت مالك راضي بخضاع الله. انت مالك راضي بقدر الله. قعدت لي شيء ثلاث اربع ساعات يا عم بحكي. بعدين طالع برضو قام فجأة ببيت النار حطها بجيبته قال لي رايح نشتغل بابني. قلت له بترضى يكون الله الحكم بينك وبين الطبيب؟ قال لي برضى. قلت له احباط اسمه وراقبه بعد خمس سنين الطبيب بيجي وانت بتنجح. شاهدت الاقدار بعد خمس سنين اجتمعنا الطبيب بيقول يا جماعه والله حياتي في احسن الاماكن والله ما اعطاني الا العياده. تبتع هي احسن ما لديك. اذا الانسان اذا اراد ان يعتمد على عضلاته وعلى عقله فهو فاشل او ناجح. والذي يعتقد ان الله هو المتصرف ويستسلم لامر الله ويرضى بقضاء الله وقدره ام الناجح بيناته الذي رضي بقضاء الله وقدره مهما كان القدر ارضى لانه في شيء مخبى لك ما بتعرف. رجعت عني نعم
قال هي قالت لي السؤال وراحت. طلبت منه سؤال. قال وحدة استعارت من عندي أنا المعدن. عم قعد عند المعدن 12 سنة. أصحاب المعدن رجوا بدهم ياخذوا المعدن. إلى حق تمنعهم ما تعطيهم معدنهم. شو رأيكم؟ أصحاب المعدن ياخذوا معدنهم. قال ابنك من امبارح العصر طيب، روح دبره. فنحن نخضع لأمر الله عز وجل ولا
يستطيع أحد أن يضمنك بعد 5 دقائق. طيب مين بيكمل مرحله؟ دكتور تضمن حالك؟ لا لا، بعد ساعة. دكتور ما بيضمن حالك بعد ساعة. مين بيكمل مرحله؟ إذا أنتوا عايشين بالهوى. الهوى بطلاتكم من الدكتور. اشكروا الله على نعمة وجود الله الذي هو يتصرف وانتم ما كنتم تصرفوا. واذا جبت شغله ما عجبتها استسلم. لا يمكن ان ياتي من الله سبحانه وتعالى الا ما يرضيك، الا ما يسعدك، الا ما يعطيك من خير الدنيا والاخره. لا تكن قلقا، كن راضيا بقضاء الله وقدره، تجد السعادة في الدنيا والآخرة. ولي برضى بعيش، ولي ما برضى بعيش، بس واحد يعيش مرتاح، واحد يعيش قلق. يا أخي تفضل الآن مع الزمان يدينا شو؟ أيام بيلم الدولة بصير معك تأديك، بس اصبر. وإذا معاشك ما أدى بمعدك من حيث لا تحتفل، بيعطيك لأنه هو قادر وقوي وغني، ما بيحلم على عبد فقير بتحتاجي. واحد أخذني أنا ومرتي أرجع البيت، أنا وقعت في أزمة مالية بعت بيتي، أرجعني بيت، أنا ترجع البيت وانجرحت. طلعنا من البيت، اخذ منه المفاتيح، غيرت الغالات، قلت له هي مفاتيح عمو ما حد شغله، قال في لي غلط، قلت له انت ما بتعرفش يا عمو، اشتريتها، بس انا لي شغل، قال لي تفضل، قلت له ما معي من حقه ولا 100 ورقه، عندك السلام تصبر، انا شغل. ما عندك ما تصبر، انا غلبي ما معي. العبد تدرسني، قال لي لا ما عندك تدرسني، اعطاني محبوحه. بعد 3 اشهر اجى لعمي قال لي انا اشتريت بيت بالمنطقه الفلانيه ومنطقنا مبلغ، بعد ما ابوي تحكي ومن وشريت بيت، ده بعد جلسه كامله، لكن ما قعدت بالبيت ولا دقيقه الا بعد ما سددت كم خطوه. لما قبل ما ادفع بيت مو بيتي انا، ولو انا مرتاح، هذا مو بيتي. بعد ما دفعت كامل القيمه رحت سكنت انا ومرتي بالبيت. اما الاذن شنو بدت الحل؟ جاني ناس حكوا انا وخيط اذني، قال انا والله بأي سيارة ما نحاول اخذها، بيعها وصار بيعها، هذا اعطاني بيت وهذا اعطاني. ما بتصرف بمال الغير ولا بفتح الدين بالدين. اعطيني مثل جاهل،
بأشهر بعد ما بورد وسددت قيمة البيت. فالحكيم العليم أبي النظر أي متعطل ما عليهم ولا لرجل، لكن وطن البيت ما عليه معطل شيء. جاني واحد قال لي في عندي شغله ما حدا بيساوي لي اياها. انا بسوي لك، انا اخترت لي اياها، انا متوقع اسوي لها اخوه. وبعدين طلع لي 500 وراء بهذاك الزمن، هذول هديه مني اقبلهم، اخذتهم بديت المحرحة، اشتغلت الجيحة، ما عدت إنسان على سطح الأرض. صدي عارف أن صار مية وشوية، ما حدا بنو علي دين لا قليل ولا كثير. لما كان الاعتماد على البلاد صرت بخيف كحال مع قبيلي، لما صار الاعتماد على ذاتي فأغناني من فضله وحريف. أنا تزوجت، مرتي صالح البرشي والحار وخدام وسجادة، أنا ما أنام عليهم، هذول خليهم يقولوا هذي أنا بنتي بيها وعليهم. أما أنا الفرشة تبعي مخالد برغل مخبة والفرشة أرضي، تبي تنامي عني تبي تنامي من الجرة. أما أنا نام على مال غيري ما أنام، ما أرى المعدل والمعدل واصل لها، لكن هذول غراب غراب أنا نام عليهم، أنا أقول حقها. الناس ضحكوا علي، سووا مؤدب، سووني مجنون. فات عمي لعم الشيخ قال له سيدي شو رايك؟ قال له يا ابو علي دينه انا مسؤول عنه، اما دنيا بدك تعرفه مرتب له. أقول لك موضوع أكله وشربه ولبسه أنا أتحمله. تزوجت عاشت عندي 45 سنة وراحت، ما احتجت آخذ من بيت عمي 5 ورقات، دائما بعطي ما باخذ، لأنه أنا ناوي ما دخل على حالي ذرة حرام أو ذرة جبنة. ماتت زوجت الثاني مالها معجلا معجلا وطلا ثلاثة. لما خلص حالي أنا من الخلق برب العالمين قال لي أنت الدرويش فقير جاهل احمق ما بتفهم شيء، تعال نزاوي تحضر على الكرسي تحدث عنك. يعني انتم جايبينه هلا، هذا من الفضل الالهي، هذا من الفضل الرباني. اذا ليكن اعتمادك على الله فقط والله يكفيك دنياك واخرتك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.